من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. مشكلة الكبار، ومشكلة الارتباط بالكبار. مشكلة الكبار مشكلة الشخصيات، مشكلة الحكام، مشكلة المتنفذين، مشكلة الشخصيات الاجتماعية الكبيرة، مشكلة كبيرة جدا، وعلاجها صعب جدا. هي مشكلة إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه المشكلة ليست منحصرة بالكبار والشخصيات والحكام والمتنفذين، إنما تسري منهم إلى من ارتبط بهم. الذي يرتبط بالكبار يطغى. هذا الطغيان مرض سار، يسري من الكبار إلى من ارتبط بالكبار. إذا شخص من الكبار أو ممن ارتبط بالكبار تمكن من الانفلات من هذا المرض، مرض الطغيان، على أقل التقادير يقع في مشكلة أصغر وهي كبيرة، وهي مشكلة إهمال الصغار، نسيان الضعاف. على الأقل إذا ما طغى يهمل، ينسى. خصوصا إذا كان الضعاف والصغار يشكلون مصدر لإزعاج، لإيذاء هؤلاء الكبار، ويحصل أحيانا الصغار يكونون مصدر إيذاء.
الضعاف يكونون مصدر إزعاج لشخصية كبيرة. هذا أقل ما يحصل فيه، أقل ما يحصل فيه إهمال الصغار ونسيان الضعاف، إهمال ونسيان. تذكروا هاتين الكلمتين. وكلما كانت قدرات الإنسان أكبر، ارتباط الإنسان بالكبار أكثر أوثق، هذه المشكلة تترسخ فيه أكثر. هناك 14 شخصا فقط وفقط فيما يرتبط بهذا الجانب من الحياة وضعهم استثنائي لا نظير له أبدا، وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم، الذين ما ارتبطوا بالكبار وإنما الكبار افتخروا بخدمتهم. أقوى قوة في الكون، أقوى قوة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هم ملائكة الله. ملائكة الله العظام افتخروا بخدمتهم. لا، سيد ملائكة الله جبرائيل عليه السلام، هذا المقتدر، هذا العظيم، هذا المتمكن، هذا الذي السماوات والأرضون وما بينهما وما فيها رهن إشارة جبرائيل. جبرائيل لا يحتاج إلى إصدار أوامر، يشير بإشارة يصنع ما يريد. جبرائيل الذي الله عز وجل يعبر عنه بأنه صاحب قوة، ذي قوة، الله يقول عنه ذي قوة. هذا جبرائيل افتخر أن يكون خادما لمحمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما ارتبطوا بالكبار والعظماء، إنما ارتبطوا ارتباطا مباشرا بعظيم العظماء، بكبير الكبراء، بسيد السادات، بمولى الموالي، ارتبطوا مباشرة بالله العظيم، ولم يرتبط ولن يرتبط أحد غيرهم بالله سبحانه وتعالى ارتباطا مباشرا. في كل الخلائق لا يوجد من ارتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباطا مباشرا، حتى سيد الملائكة جبرائيل لا يوجد من ارتبط بالله ارتباطا مباشرا إلا محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ليس استغناء عاديا عن مجموعة من البشر، ليس استغناء عن مجموعة من المخلوقات، استغناء مطلق عن كل الخلق. هكذا استغناء، ارتباط مباشر بالله سبحانه وتعالى. لا أتحدث عن الطغيان، حاشا لهم، لا أتحدث عن النسيان للضعاف، حاشا لهم، إنما أتحدث عن درجة عجيبة استثنائية. عندما أقول استثنائية يعني لا نظير لها،
ليست قليلة النظير، درجة استثنائية من اللطف بالناس، ليس فقط ما نسوا ما أهملوا، لا، اللطف الاستثنائي، الكرم الاستثنائي، الاستثنائي الذي لا نظير له. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذي الله عز وجل عبر عنهم في القرآن الكريم سماهم بالعالين، هذا ليس علو بشري. أم كنت من العالين في سورة صاد؟ راجعوا التفاسير الشريفة. هذا ليس علو بشري، ليس علو بمنطق الملائكة، علو بمنطق الله سبحانه وتعالى. الله سماهم العالين، هكذا علو. أقرأ لكم ثلاثة أحاديث شريفة في عظمة لطفهم مع هذا المقام، في استثنائية منتهم علينا، وهم في غنى عنا، وفي غنى عن البشر، وفي غنى عن الملائكة، وفي غنى عن سيد الملائكة، وفي غنى عن كل المخلوقات. واضح، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شيء؟ يحتاج إلى شخص؟ واضح له. مع كل هذا الغنى لاحظوا هذا اللطف. الحديث الشريف الأول حديث عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما، في الكافي الشريف المجلد الأول صفحة 260. حديث جدا جدا مؤلم، وفي نفس الوقت يكشف بعدا لا نظير لها، بعدا لا نظير له من اللطف، من منتهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل، حديث مؤلم، ولكن كلامنا ليس عن جانب الألم، كلامنا عن جانب اللطف العجيب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل غضب على الشيعة فحيرني، في بعض النسخ فخيرني نفسي أو هم، فوقيتهم والله بنفسي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال: الله هل يمكن أن يغضب على شخص أو على جماعة من دون سبب؟ حاشا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ماذا كان بعض الشيعة؟ لا يظهر من الرواية كثير من الشيعة، لعله يظهر من الرواية أكثر الشيعة. نعم، لا شك أنه يوجد استثناء. ماذا كانوا قد صنعوا في ذلك الزمن حتى يغضب الله عز وجل عليهم؟ كيف تعاملوا مع إمامهم؟ إمامهم الذي كان يعيش هو وأهله والمقربون منه في أشد الضيق. لا أريد أن أبرر للظالمين الذين ظلموا أهل البيت، أولئك مجرمون، إجرام لا نظير له. لا أريد أن أبرر هارون لهارون وللمأمون ولأمثالهم، أولئك كبار مجرمي التاريخ. ذلك الظلم الذي جعلوه، لا، الظلم الذي بسطوه على كل جوانب حياة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا، كلامي ليس عن أولئك، أولئك مجرمون إجرام لا نظير له. كلامي عن أتباع أهل البيت، عن شيعة الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام يعيش في هكذا ظرف قاسي، من منهم غير؟ يا أخي، بنات الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ما عندهم ثوب صلاة إلا ثوب واحد،
وأموال الإمام في أيديكم. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام إمام الخلق، ما عنده حق يفتي. افتى افتى أي شخص عادي يفتي، الإمام ما كان عنده حق يفتي. ذاك ظالم، أولئك طغاة، أنتم ماذا حصل بكم؟ سكوتكم. إمامكم هكذا يصنع به، لا تحركون أي ساكن. الفتوى اتركها، صلاة الجماعة. كم صلاة جماعة توجد في بلاد المسلمين في كل العصور؟ في ذلك الزمن كم صلاة جماعة كانت موجودة في بلاد المسلمين؟ الإمام الكاظم ما عنده حق يصلي صلاة جماعة، وشيعته ساكتوا. هذا يوجب الغضب أم لا؟ القضية تفاقمت، صارت إلى الأسوأ. لا يوجد أحد يتكلم، لا يوجد أحد يتخذ موقفا. طبعا الطاغية طغى أكثر، طبعا الناصبي يظلم أكثر. سجنوا الإمام عليه الصلاة والسلام، من الشيعة حرك ساكنا؟ إمامكم سجين؟ أحد من الشيعة جرح في هذا السبيل، في سبيل الدفاع جرح؟ المفروض يقتلون لا يجرحون. أحد منهم خرج من أنفه رعاف قليل من الدم في هذا السبيل؟ ضرب في هذا السبيل؟ لا أنكر وجود البعض الذين أوذوا، الذين عذبوا، ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير، هؤلاء العظماء كانوا موجودين، ولكن عامة كيف كانوا؟ إمامهم قتل، بقية الأئمة أيضا دس لهم السوم، ولكن في السجن يقتل. ونودي على جثمانه الطاهر بذل الاستخفاف علنا بالشارع. الشيعة كانوا واقفين يبكون فقط. دار الإمام أحرقت، من الشيعة غير؟ من الشيعة وقف؟ يجب غضب الله عز وجل أم لا؟ طبعا يجب غضب الله. هكذا خذلان عجيب. لعلك تقول الصديقة الكبرى صلوات الله عليها أيضا دارها أحرقت. الصديقة الكبرى صلوات الله عليها دارها أحرقت في وقت كان عدد الشيعة أقل من القليل. الرجال منهم يعدون بالأصابع. لا في زمن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام آلاف مؤلفة كانوا، ثم لا أبرر لأحد حتى في زمن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، في زمن بقية الأئمة لا أريد أن أبرر لأحد. غضب هذا الغضب علينا أيضا موجود. أين إمامنا؟ يومان قريب من 1200 عام إمامنا غائب. هذا ليس غضبا؟ وهذا غضب من الله عز وجل. الأمة التي لا تستحق أئمتها. في يومنا هذا أيضا نفس القضية، كثير منا هكذا. دين الله سبحانه وتعالى يتعرض للإهانة، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتعرضون للإهانة. غاية ما نصنع نبكي فقط بعضنا. لا يا أخي، هذه أموال الإمام في أيدينا لا نؤديها. أموال الإمام أسهل ما يكون. ناهيك عن
التضحية بأرواحنا بدمائنا للإمام. أموال الإمام في أيدينا لا نعطيها، هذا أقل شيء، يعني وضعنا هكذا، لا أبرر. ولكن كلامي عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام عن زمنه، هذا الوضع، هذا الخذلان العجيب، اجعل أي شخصية عظيمة، أي إنسان كريم النفس، أي إنسان رؤوف، أي إنسان يحمل منة على الناس، اجعله مكان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. لا، اجعل الأنبياء، اجعل نبيا من الأنبياء، رسولا من الرسل، اجعل أحد سادة الرسل أولي العزم، استثني طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حسابه حساب ثاني. اجعل أي رسول آخر باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله مكان الإمام موسى بن جعفر، ماذا كان يصنع؟ الرسل هم دعوا على قومهم، هم موسى هو دعا على قومه، لا أقول الرسل، سادة الرسل وللعازم باستثناء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام يرى هذا التضييق، التضييع لحقوقه، يرى هذا الخذلان من جماعته وأتباعه. الإمام هو دعا على جماعته؟ لا، ما دعا. لا أتحدث عن فراغ، عن واقع، الأنبياء دعوا على أمتهم، على أممهم، على أتباعهم، سادة الأنبياء دعوا. الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام ما دعا عليهم؟ هو ما دعا عليهم، الله يرى، إن صح التعبير، الله عز وجل حساس جدا جدا على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يرى ماذا يصنع أتباعه، الله هو غضب، أنت الإمام ما دعوت، الله هو غضب، خلاص صدر الأمر. يا موسى بن جعفر، هؤلاء لا يستحقونك، إما أخذهم عنك أو أخذك عنهم، خلاص تقدير، خلاص انتهى، لا يستحقون. اجعل أي رسول مكان الإمام الكاظم، ماذا كان يصنع؟ هؤلاء يستحقون، نعم يستحقون، يستحقون أكثر من ذلك، هكذا خذلان، يستحقون أم لا؟ هو الإمام ما دعا، ليس فقط ما دعا عليهم، عندما رأى أن التقدير قد صدر، الله عز وجل قدر، الغضب نزل، فوقيتهم والله بنفسي، إلهي لا تهلكهم، خذني أنا، أنا أموت كي لا يهلكوا، كي لا يموتوا، لا تأخذهم عني، خذني أنا، بالله عليكم، رأيتم رسولا من الرسل يصنع هكذا شيء؟ استثنوا رسول الله، أي لطف هذا؟ أناس يستحقون عذاب الله، غضب الله، غضب الله بدون سبب يكون حاجة لله، غضب الله نزل يعني يستحقون غضب الله، إلهي لا، أنا لا أرضى، ليكن شيء علي، أنا أموت هؤلاء يبقون. لطف مثل هذا اللطف، رأيتم، سمعتم، أصلا يتصور. الحديث الثاني والحديث الثالث بسرعة أقرأهما. الحديث الثاني عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هناك حديث مفصل جدا جميل للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، يتحدث فيه عن الإمام، عن مقام الإمامة، حديث جدا جميل وفيه معارف كبيرة وكثيرة عن مقام الإمامة وعن الإمام، مفصل، حديث مفصل في الكافي الشريف. مقطع من الحديث الشريف أقرأه، حقا هذا الحديث جدير بالمطالعة بدقة،
الحديث الشريف الكافي الشريف، هذا المقطع صفحة المجلد الأول صفحة 200. طبعا الحديث هو قبل 200، لعله 197 196 صفحة 196 تقريبا. هذا مقطع من الحديث الشريف، يقول عليه الصلاة والسلام: الإمام، يصف الإمام، من هو الإمام؟ الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآد. الوالد، كل والد عنده شفقة بأولادي، لا، والد شفيق. عندما تصف الوالد الشفيق يعني شفقة إضافية. الأم، كل أم عندها بر بولدها، خصوصا خصوصا هذا يفهمه يدركه جميع الأمهات تدركه. الأم عندها بر عجيب بولدها الصغير إذا كان صغيرا، هذا شيء بديهي أصلا للأمهات. الأم التي هي بين الأمهات برة بالولد الصغير، يعني بر، يعني بر أعلى من مستوى البر الطبيعي للأمهات. ومفزع العباد في الداهية، الداهية يعني ماذا؟ واضح، الداهية المصيبة الكبيرة. النآد يعني الداهية، تأكيد الكلمة بكلمة أخرى بنفس المعنى، يعني شدة الشدة. ومفزع العباد في الداهية النآد، كانوا هكذا أم لا؟ صلوات الله عليه. الحديث الشريف الثالث، هذا المقطع المشهور من التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدسة على مشرفها آلاف التحية والثناء. يقول عليه الصلاة والسلام: كم العبارة رقيقة، كم العبارة عظيمة، كم العبارة تحمل لطفا. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. تذكروا الإهمال والنسيان من الناس المرتبطين بالكبار كلهم. الإمام ماذا يقول؟ يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. كلمتان: مراعاة، ذكر. المراعاة الشيء العملي، الأب الرؤوف الرحيم بأولاده يرعاهم. يرعاهم يعني ماذا؟ يعني يصنع شيئا عمليا في رعايته. الرعاية شيء عملي. الذكر شيء ذهني ولساني، ذكر ذهني، أذكرك في ذهني أو أذكرك على لساني. الإمام ماذا يقول؟ يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم، ما عندنا إهمال في رعايتكم العملية، عمليا نرعاكم، عمليا نصنع شيء في الدفاع عنكم. ولا ناسين لذكركم، ذكر ذهني يعني نتذكركم. هو ذكر الإمام، الإمام عندما يتذكرك يتذكر شيعته، كم له من التأثير على الحفاظ عليهم، على دفع البلايا عنهم. والذكر اللساني، الذكر اللساني يعني ماذا؟ يعني الدعاء مثلا، المثال الواضح الدعاء،
يذكركم بدعائه. دعاء الإمام كم له قيمة؟ أصلاً أكبر من مقدار تصورنا من قدرات عقولنا. دعاء الإمام، الإمام يدعو، خير خلق الله يدعو لك، كم له قيمة هذا الدعاء؟ بدون هذه الرعاية، بدون هذا الذكر، ماذا كان يحصل بنا؟ هو الإمام أرواحنا فداه يقول: ولولا ذلك لنزل بكم المصائب الكبيرة. لا، اللأواء كبار المصائب الكبيرة، شدائد الشدائد، واصطلمكم الأعداء، صلم أذنه، شخص يقطع أذن شخص، هذا لا يقال له صلم أذنه، هذا يقال له قطع أذنه، إذا قطع كل الأذن هذا يقال له قطع، لا يقال صلم. صلم أذنه يعني قلع أذنه من جميع جذورها، هذا يسمى صلم، قلع الشيء من جذوره صلم. الإمام أرواحنا فداه يأتي بكلمة أعلى، اصطلم. اصطلم زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، يعني كان الأعداء يقلعونكم من كل جذوركم، ما كان يبقون لكم على وجه الأرض باقية، كانوا ينسفونكم نسفا، يبيدونكم عن بكرة أبيكم. لولا تلك المراعاة ولولا ذلك الذكر، ولا ناسين لذكركم، لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. من يصنع بنا هذا؟ شخص يحتاجنا؟ لا، في غنى عنا، في غنى عن الخالق، في غنى عن سادة الخالق. غنى مطلقة. هكذا ينتبه، هكذا يرعى. رسول الله وأهل البيت هكذا كانوا، من دون حاجة، من دون قيمة أصلا لنا، من نحن حتى الإمام يرعانا؟ كلمة جدا عجيبة، جدا رقيقة، فيها لطف حقا أقول خارج عن مستوى إدراكنا. الأب لا يصنع، الأم البر لا تصنع بولدها هكذا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الله أكبر من هذه الكلمة. يتأذى رسول الله إذا عنتكم شيء، إذا أصابتكم عنت، أصابكم عنت، أصابتكم صعوبة، ضيق، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رسول الله هكذا كان، أهل البيت هكذا كانوا، وهم هكذا. هذه نماذج سريعة من الشيء الذي لا إحصاء له من الروايات الشريفة التي تبين لطفهم، جودهم، عطفهم، من غير حاجة منهم إلينا ومن غير استحقاق منا. والله لا نستحق، نحن مثل شيعة الإمام موسى بن جعفر في زمانه، كثير منا، لا أقول كثير منا، بعضنا لا نستحق، لا نستحق اللطف، ولكن عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم. هو كريم، هو محسن، لا ينظر إلى الاستحقاق. قليل من التأدب أمام هكذا إمام، أمام هكذا أئمة، قليل من أداء الحق، قليل من أداء الحق له، لإمام زماننا، للأئمة عليهم الصلاة والسلام.
أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة المباركة الميمونة لمولد الإمام الرؤوف الشفيق الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الدنيا والآخرة. بسرعة أختم كلامي بدعاء يقرأ في عصر يوم الجمعة، صلوات من الصلوات التي تقرأ عصر يوم الجمعة مفصلة، بداية الصلوات أقرأ هذه البداية بسرعة طبعا من دون شرح، وأختم بها الكلام. الدعاء وارد في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام أنه يستحب أن يصلي الشخص المؤمن على النبي صلى الله عليه وآله بعد العصر يوم الجمعة بهذه الصلاة: اللهم إن محمدا صلى عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وآله كما وصفته في كتابك حيث تقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فأشهد أنه كذلك، وأنك لم تأمر بالصلاة عليه إلا بعد أن صليت عليه أنت وملائكتك، وأنزلت في محكم قرآنك أو في محكم كتابك في نسخة أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا لحاجة إلى صلاة أحد من المخلوقين بعد صلاتك عليه، ولا إلى تزكيتهم إياه بعد تزكيتك، بل الخلق جميعا هم المحتاجون إلى ذلك. الخلق محتاجون إلى الصلاة على رسول الله وعلى أهل البيت، بل الخلق جميعا هم المحتاجون إلى ذلك، لأنك جعلته بابك الذي لا تقبل ممن أتاك إلا منه، إلا من هذا الباب، وجعلت الصلاة عليه قربة منك الذي يصلي على رسول الله ويتقرب إلى الله عز وجل، وجعلت الصلاة عليه قربة منك ووسيلة إليك وزلفة عندك، ودللت المؤمنين عليه وأمرتهم بالصلاة عليه ليزدادوا بها أثره لديك وكرامه عليك، ووكلت بالمصلين عليه ملائكتك يصلون عليه ويبلغونه صلاتهم وتسليمهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.